استقرار بالنسبة للمنتخب التنزاني. حذاري 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 حذاري. لاعب توماس أول لمسة، لاعب تيبي مازيمبي في أول لمسة يسجل الهدف الأول. أول لمسة لهذا اللاعب توماس. شوفوا الإعادة في التماس، إبعاد ما كانش طريقة جيدة، خطأ على مستوى التغطية الدفاعية. لاحظوا، وهدف للمنتخب التنزاني مع بداية الجولة الثانية. شيء صعب بكل صراحة، كانش منتظر. وهذا السيناريو اللي تكلمت عليه في الجولة الأولى ربما ما بغيتش نذكره، لأن ضيعنا فرص، ضيعنا فرص. نرجع مرة أخرى. لاحظوا لاحظوا لاحظوا، حذاري 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 حذاري. صمت صمت اللي في مراكش في لقاء الإياب كان حاضر فقط جسديا، اليوم يحضر على مستوى التسجيل ويسجل الهدف الثاني. عفوا، عندما رأيت لافتة ثلاثة أهداف مقابل شيء استهزئت شيئا ما بالجمهور المنتخب التنزاني صراحة. الآن هدفين مقابل شيء، كل شيء يصبح ممكن أمام منتخب تنزانيا. ما هو كوت ديفوار؟ ما هو كاميرون؟ ما هو نيجيريا؟ باش نكونوا واقعيين، ما نكذبوش على أنفسنا في لحظات، هذا منتخب تنزانيا أمام المنتخب الوطني المغربي هدفين مقابل شيء. حتى الآن ملزمين بالتغيير بعد تسجيل الهدف الأول صراحة. دخل واش في هذه السنوات. لاحظوا 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 لاحظوا، صمت صمت كيم بولسون. مع بدايه الجوله الثانيه كانت لافته فيها 3-0، وقلت تلك امانيهم. نعم، تتحقق اماني الجمهور التنزاني الان. 3 أهداف مقابل شيء. نعم، الجمهور التنزاني تحققت الاماني ديالو، نتمناو مره واحده تحقق الاماني ديالنا. هادشي اللي بغينا نقولوا، حتى حنا بغينا الاماني ديالنا تحقق في المنتخب الوطني المغربي، ماشي بهالطريقه. لاحظوا توماس توماس وصمتا، جوج لاعبين ديال تيبي مازيمبي. تيبي مازيمبي كيفوز على المنتخب الوطني المغربي اليوم 3 أهداف مقابل شيء. مازيمبي تيبي يفوز، ها هي لافته 3-0. أمرابط كيرفع كرة، وهنا فرصة والهدف، هدف لصالح المنتخب الوطني المغربي 3 أهداف مقابل هدف. نفس النتيجة ديال مدينة مراكش ديال اللي هي في التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا 2012. العربي يسجل الهدف الوحيد للمنتخب الوطني المغربي 3 أهداف مقابل هدف. 3 أهداف مقابل هدف. الجولة الرابعة في 7 يونيو، المغرب تنزانيا، غامبيا الكوت ديفوار. والجولة الخامسة المغرب إما 15 أو 16 يونيو، المغرب غامبيا تنزانيا الكوت ديفوار. والجولة الأخيرة في 6 سبتمبر كوت ديفوار المغرب.